السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم من الأردن بفضل رب العالمين. ربنا جعلني ألتقي بدكتور وإنسان وطبيب مميز، الدكتور وائل متولي. أشكره كثير الشكر والمنة أنه ربنا فعلا أكرمني أن أتعرف على هذا الطبيب الإنسان المتميز، استشاري وأستاذ الجراحات الشرجية في القاهرة، والحمد لله وضع لي خطة علاج، وأنا بإذن الله تعالى ينكتب لي الشفاء التام على إيديه، وأتقدم له بالشكر الجزيل وبارك الله فيه ونفع البشرية أجمع. وأنا أشكرك يا دكتور وائل على حسن إصغائك وتحملك وتعبك معي. شكرا جزيلا. شكرا.